السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض بيئة للبرمجة اسمها كودو جيم لاب، ودي مفيدة ان الاطفال يفهموا فكرة البرمجة من غير ما يكتب كود، او يطلب منه انه يحفظ الشفرات بتاعة السي شارب او البايثون، لا هو ممكن يبدأ يبرمج من خلال انه يفكر. وفيها حاجات لذيذة قوي، يعني خلينا اقول مثلا احنا عايزين نيو وورلد، مش عايزين نكمل، عايزين عالم جديد. عندي 3 اختيارات، اختار ده مثلا. طيب باجي هنا بلاقي ان انا عندي اول واحدة الايد، ان انا اقدر احرك الايد بالشكل دوت. طيب عايز اضيف شخصية، فبدوس هنا واقول له انا عايز مثلا الكود دوت، فضافولي بالشكل دوت. طيب هدوس رايت كليك واقول له اد اوبجكت. اد اوبجكت مثلا عايز اضيف عنصر زي الكورة مثلا، فضاف لي هنا الكورة. طب الكورة انا حاسس ان حجمها كبير، فادوس رايت كليك واقول له شينج سايز واصغرها شوية. طيب انا مش عايز اصغرها، انا عايز اكبر البيئة، فبدوس هنا وببدأ اعمل بالشكل دوت. انا سايب فراغات متعمدة تمام عشان اللعبة تبقى مثيرة بس شوية. طيب انا عايز ابدأ ابرمج بقى، ماشي. فهاجي هنا على دوت واختار الكود 1 واقول له بروجرام. طب هبرمجه اقول له ايه؟ بكل بساطة هوين لما يحصل اعمل هوين دو، لما حد يخبط على الباب افتح الباب بس. فانا اقول له وين، واقول له بقى ايه لما تشوف، لما اشوف ايه بقى، نختار اوبجكت. انا بدور على الكوره، اهي لقيتها. لما تشوف الكوره اعمل ايه بقى؟ موف، اتحرك ناحيتها كويكلي بسرعة. تمام اهو، ودوس اسكيب عشان نخرج من الامر. طيب لو انا عايز اشغل اللعبة دي، انا كده لسه ببرمج فيها تمام، ممكن اقول له ايه اسكيب، كده هتبدأ اللعبة تشتغل. اول ما اشوف الكورة يروح ماشي عليها، خبطها فبتبدأ ايه يتحرك ورا. انا عملت الفراغات بحيث ان هو يصطدم بيها. طيب خلينا ندوس اسكيب عشان نخرج. انا عايز اكرر دوت، هقول له كوبي واجي هنا اقول له بيست. طيب بيست ده متبرمج ولا مش متبرمج؟ اه متبرمج، لما خدناه اتاخد بالبرمجه. هدوس سكيب فهم الاثنين يتحركوا حوالين كوره. يلا يلا شوت الكوره، فهم ايه بيتعاملوا بقى مع الكوره. دلوقتي اصبحت في لعبه سهله وبسيطه زي ما انت شايف، فيها افكار حلوه والعاب لذيذه تمام. ممكن نلون واحد فيهم باللون الاحمر عشان يبقى اهلي وزمالك وحاجات زي كده. ممكن بقى تغير كل الخصائص بتاعته، تغير اسم الشخصية، تغير الشكل بتاعه، كل شايف الامكانيات كلها. ممكن تعمل له ميوت. ممكن تغير الحجم بتاع واحد فيهم. طبعا عندي هنا اختصارات، كل ما بقف على حاجة بيبدأ يديني شوية معلومات. في ان انا اغير اللون من خلال الاسهم، خليه ده احمر اهوت. عنده سكيب بحيث ان هو يبدأ يلعبه، هما الاتنين اللي بيخبطوا الكورة في نفس الوقت. طيب خلي واحد فيهم بعيد شوية. بيلعبوا بقى، بيحاولوا ان هم ايه يلعبوا بالكرة. فلعبة ظريفة ان شاء الله تعجب الاولاد.